قاعدة شرعية ينبغي الاعتناء بها، وهي مستمدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث طويل. قال صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. شو المعنى؟ المعنى ما تحب أن يفعله الناس معك عليك أنت أن تفعله للناس. هذه قاعدة شرعية أصل في التعامل مع الناس. إذا وقعت في أزمة ماذا ترجو من الناس؟ انكشف الستر من أستارك، ما الذي ترجوه من الخلق؟ إذا وقعت في أزمة تتمنى أن الناس كلها تقف معك وتساهم في رفع الأزمة. إذا انكشف سترك تتمنى جميع الناس أن يستروا عليك ولا يعيروك بزلتك وذنبك الذي ظهر. وقس على هذا كثير من الأمور التي ترجو أن يخدمك الناس فيها ويعاملونك بالخير، كذلك أنت واجب أن تعامل الناس مثل ما تحب أن يعامل. من مفهوم الحديث كذلك اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كذلك لا تفعل مع الناس ما تكره أن يفعله معك. تكره شماتتهم، استحقارهم لك، كبرهم عليك، الحاق الضرر بك إما معنويا أو ماديا. أنت في المقابل لا تفعل ما تكره لنفسك، وهذا من كمال الإيمان. من كمال الإيمان أن يكون الإنسان يتعامل مع الناس مثل هذه القاعدة: فليفعل إلى الناس، فليفعل مع الناس ما يحب أن يعملوه معه يفعله معه، وكذلك لا يلحق بالناس أمرا يكرهه أن يلحقه الناس به. سلام.